اسمعوا معي ماذا يقول عبد الله الغذامي في مقدمة هذا الكتاب. يقول: وسأقول ختاما، إني في تجربة الإشرافية مر علي ثلاث أطروحات مع ضمير المؤنث والمذكر لم يحوجوا سمعي لترجمان وحرروا أنفاسي من الاحتباس، وهذه أي هذه الدراسة واحدة منهن. من أبهى مشرع خارطة الجنون بحثا وعمقا ورؤية ودراسة، من هناك أتى متوشحا غيمتين وأغنية مطر. الدكتور أحمد بن علي آل مريع، رئيس نادي أبهى الأدبي والباحث في الجنون عمقا ورؤية ودراسة، يضيء القناة الثقافية والاستوديو الثقافية في معرض الكتاب. أهلا وسهلا بك دكتور، ولا أريد أن أقول مساءك مجنون. أهلا وسهلا وحياكم الله، ومساءك سعيد ومؤتلف ومحب أنت والسادة المشاهدين. أولا أنا أبارك لك صدور هذا الكتاب لأنه عبارة عن أطروحة الدكتوراه. نعم. لأحمد آل مريع. نعم. أبارك لك الدرجة العلمية أولا. شكرا. نبارك لك ثانيا توقيع الكتاب في المعرض مساء اليوم. نبارك لك ثالثا طرق هذا الموضوع المثير جدا، خطاب الجنون. يعني يظل العنوان يعني يأخذ بتلابيب القارئ إلى أعماق أخرى وإلى أفكار بعيدة جدا. لا أريد أن أسأل سؤالا مفتوحا جدا وأقول ما هو خطاب الجنون، لكني أريد أن أسأل من واقع اندهاش عبد الله الغذامي وهو يروي قصة الكتاب، في أنه ينتظر من يدخل إليه ليقدم جديدا وإذا به يصعق بفكرة الجنون ويؤخذ بها بشكل عالي جدا. لماذا انتقى هذه الفكرة تحديدا؟ الحقيقة طبعا كما تعرف اختيارات الموضوعات هي تخضع لمجموعة من الاعتبارات، وخاصة في الدراسات الأكاديمية ويدخل فيها قضية الزمن عادة متى أنجز وقضية القدرات. إنما أنا بالنسبة لي الحقيقة التمع الموضوع في ذهني في لحظة قراءة خاصة أن العقل حظي بعدد كبير من الدراسات العلمية والمعرفية، غير أن العقل نفسه وفي لحظات كثيرة وهو برغم سطوته الهائلة وقوته وقدرته على أن يطلق الأحكام العامة الشاملة التي لا يقبل فيها تراجع ولا يقبل فيها نظر، قلت أنا هناك منطقة أخرى مظلمة وهي منطقة الجنون يمكن أن تخضع للدراسة، وننظر في هذه المدرسة ماذا يكون فيها من معرفة، وهل تستطيع أن تراكم معرفة، هل تنتج معرفة، هل لديها حضور حقيقي في الثقافة أو غير ذلك. ومن هنا جاءت فكرة دراسة هذا الموضوع، ولا شك أن دراسة هذا الموضوع بدأت برأي ثم تطورت الفكرة ثم تحول بعد ذلك إلى مشروع. أنا الآن أستطيع أقول لك الآن بعد مرور هذه السنوات اللي تقارب الآن 8 سنوات أو 9 سنوات، 8 سنوات على بداية مشروع الكتابة على بداية اقتراح الموضوع وكتابته وكذا، أستطيع أقول لك أن هذا الكتاب أصبح جزءا من مشروع يحتاج مني إلى جزئين آخرين غير هذا الجزء، وقد أعلنت عنه وقلت أن هذه هي الخطوة الأولى وهي الخطوة التأسيسية المهمة وسيتبعها. وأنت ماض في هذا المشروع. أرجو الله أن الله ييسر علي إنجازه بإذن وهذا الله. وهذا ما نرجوه. بإذن الله. دكتور في هذا الكتاب قدمت أولا في فصل لمفهوم العقل، ثم قدمت لمفهوم الجنون. هل نفهم بأن الجنون هنا يطرح في موازاة أو في تضاد العقل مباشرة؟ المشكلة في الجنون يا أستاذ مفرح صعب أن يحدد من ذاته من منطقته. إذا حاولت أن تحدد الجنون من منطقته فأنت أمام المتشظي المتعدد المختلف الذي ليس له هوية وليس له مراكمة في التجربة، لذلك أنت تحتاج إلى بعد ثابت، وأنت تدرس وتقدم معرفة لعاقل يقرأ هذه المعرفة، فلا سبيل إلى ذلك إلا أن تبحث عن منطقة ثابتة تضع قدميك عليها ثم بعد ذلك تحاول أن تصل. هل كانت هذه المنطقة أن يأتي الجنون ضد العقل؟ كانت منطقة العقل، لأنه في نهاية الأمر الجهة الوحيدة المالكة للتصنيف والجهة الوحيدة المالكة للكلام والجهة الواحدة المالكة للمعنى هو العقل، ومن ثم لكن ألا تعتقد، وأرجو أن تتحمل سؤالي، لا بس، أن هذه الرؤية ممكن إلى حد ما أن ترخص من شأن مفهوم العقل؟
يعني كان يمكن أن يتناول الجنون ولكن ليس في مقابلة العقل مباشرة. وهذا خاصة أننا لا نتحدث هنا عن الجنون صحيح المادي. أنت الآن المرض. وصلت إلى مفصل مهم. هذا الكتاب الذي يتحدث فيه ويتكلم ويصف ويوجد الجنون هو العقل، ولا يتحدث هنا الجنون ولا يصف نفسه ولا يقدمها، لكن هي المنطقة المهمة في وجهة نظري حتى تستطيع الكشف عن الجنون. لماذا؟ العقل بصفته أنظمة أو نظام، لا يتكون عقل لما يكون هناك نظام بموجبه تعرف ما ينبغي أن تفعل وما ينبغي أن تترك وما هو خطأ وما هو صواب. وحينما يتحقق هذا النظام فهو بالضرورة أن يكون على حوامش أي نظام شيء خارج على هذا النظام. حينما يكون على حوامش هذا النظام شيء خارج عنه يأخذ أوصافا متعددة، من ضمنها الشاذ، الخطأ، صحيح، العيب، الفشل. ويظل الثابت هو النظام، هو العقل أو النظام. نعم. من ضمن ما هو خارج هذا الوجود شيء ما رهيب ومخيف ويمتلك منطقا قادرا على تفكيك هذا العقل ونظامه. لذلك يتجه العقل إلى وضعه ضمن وجود ويطرق عليه صفة الجنون. الجنون الآن الذي وصفه بالجنون، وصف هذا بالمجنون، وصف هذه الممارسة بأنها جنونا، هو النظام الموجود المفعل الذي يمتلك الحقيقة ويمتلك القدرة على إنتاج المعرفة. حينما يمتلك هذين الأمرين، اسمه حكمه حقيقة ومعرفته هي السائدة المقبولة المتفق عليها، كل شيء على هوامش هذه المعرفة توصف بأنها الجنون، بأنها الجنون. نعم. طبعا هذا الوصف الجنون لما يستخدم هذا الوصف الحاد فهو وصف الحقيقة، يعني وجود أنطولوجي، وجود يعني ليس أبستمولوجيا غير موجود، الجنون غير موجود أبستمولوجيا نهائيا، لكنه موجود أنطولوجيا حقيقة، أن هناك أشياء وصفت في الثقافة بأنها جنون. هذا الجنون يمتلك قدرة، الثقافة لا تلغيه، تعترف بأنه يمتلك قدرة. ولذلك حتى في القرآن الكريم أن يوصف النبي أو الأنبياء بمجموعة من الصفات، منها أنهم شعراء، منها أنهم يعني يجمعون بين السحر وبين الجنون، منها كذاب أشر، وصف الكذب والشريرية الزائدة والمبالغة فيها. كل هذه الأوصاف وهي مقترنة بالجنون اكتتبها أساطير الأولين، اكتتبها أساطير الأولين تملى عليه بكرة وعشية، يدل على أنهم يعترفون بوجود قدرات ما لدى من يوصف بالجنون. طيب. هذه القدرات المخيفة تجعل أي نظام يعتقله في الجنون، وبالتالي إذا اعتقله في الجنون فله ممارسات معينة تمر على الجنون ولا توغل فيه. طيب جميل. دكتور، ما طرحته الآن وفقا لهذا الحديث الذي تقول، إضافة إلى ما هو موجود في الكتاب، إذا تحدثنا عن الجنون أو مفهوم الجنون في الممارسات الفقهية وفي الممارسات الأدبية، ألا ترى أن مجموعة كل هذه الأطروحات تصنع منطقة ضبابية لمفهوم ومصطلح الجنون إذا أردنا أن نقبض على تعريف ما له؟ أحسنت. حينما تتناول الجنون مثل أي تناول عقلي قار ثابت فأنت لن تحسن، لأن الجنون هو المتعدد إلى حد، إلى ألا حد، المتناهي إلى ألا حد. الجنون هي تجربة لم يتم عقلانتها. خذ مثلا هذا ابن السراج من أوائل علماء النحو، قالوا كان النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج. كان النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج. في بعض الروايات قال عقله ابن السراج بأصوله، وضع العلم الأصول فجمع المتنافر وبوبه، تشظي مختلف هائل. تماما لذلك كان لابد أن أتكئ على منطقة ثابتة وهي منطقة العقل، وأن أنظر هذا العقل هو في النهاية يأرز ويعود إلى أشياء منظمة. أن أعود إلى هذا العقل فأرى ما هو الجامع المشترك في وصف كل ما وجد في الثقافة بالجنون، فوجدته أنه الذي يجمع بين الاختلاف والتنوع أو التعدد زائد العنفوان. العنفوان أي القوة، قوي في تعدده، قوي في اختلافه، يعني ليس قوة عادية حتى يكون شاذا أو خطأ
أو غلطا، لكنه شاذ إلى درجة العنفوان والقوة، أنه ينبه على اختلافه اختلافا عنيفا. من ثم الثقافة تقصيه أو 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 تحتجزه ضمن السياق. ولذلك يعني وصحح لي إن كنت مخطئا، يعني أنت تعاملت بذكاء مع هذه الفكرة، لأنك أدركت منذ البداية قلق المصطلح وقلق القبض عليه، فأوجدت فكرة الثابت ومن ثم اتجهت إلى الجنوب. الدكتور عبد الله الغذامي احتفى إلى حد كبير بهذه الأطروحة وبهذه الدراسة، ما قصة هذا الاحتفاء من الدكتور عبد الله الغذامي؟ الدكتور عبد الله الغذامي حقيقة أستاذ نوعي يختلف عن كثير، يعني أنا بفضل الله مر علي أساتذة مميزون، وعلاقتي بأساتذتي مميزة من حيث التواصل اليوم، وكل منهم له فضل علي وأعرف فضل كل واحد علي. الغذامي وصلت إليه وأنا أكون صادقا معك اكتملت أدواتي المعرفية لحد كبير جدا، الأساسية الأدوات المعرفية الأساسية كمثقف أم لفكرة الجنوب؟ لا البحثية، الأدوات المعرفية البحثية العلمية، أنجزت الماجستير بشكل مميز ولي أطروحات غير. لكن الدكتور عبد الله الغذامي الحقيقة من الأساتذة الكبار الذي يجبرك باحترامه لك كطالب وتقديره لاختلافك معه، وحتى وإن بقي هو على رأي مختلف منك فإنه يعطيك هذه الحرية الكاملة في أن تختلف، لكنه يطالبك بشرط رئيسي وهو أن تكون علميا في اختلافك، ويسميها هو بالتقوى العلمية، يسميها بالتقوى العلمية، بل هي أول كلمة قالها لي لما دخلت عليه القاعة، قال لي أنا أطالبك بالتقوى العلمية، أي أن تكون لك منهجا صحيحا تشتغل عليه وتدلل عليه. بعد ذلك أنا لا أسألك عن قناعاتك ولا عن أفكارك، أهم شيء يكون لديك ذلك البناء والوعي بما تفعل وذلك المستند الذي تقدمه لنتائجك. هل التقيت الدكتور عبد الله الغذامي أم كان قدرك الذي لا خيار لك فيه؟ التقيته طبعا كنت أتمنى ألتقيه، إنما التقيته أستاذا لي في مادة القضايا النقدية على ما أذكر، اسمها كذا قضايا نقدية، وكنت الطالب الوحيد، برنامج دكتوراه كامل كان فيه طالب وحيد، وكان هذا من صالحي، كانوا عادة يجلسون عنده 6-7-5 في القاعة، كل منهم يشتغل بشغلة معينة، أنا كان من قدري أن أكون طالبا واحدا عند هذا الأستاذ العظيم، ولا أخفيك أني دخلت عددا من المرات وهو يستمع الآن، أرجو أن يكون يستمع أو أن تصله هذه الرسالة، وأنا أعرف هذا، دخلت ولم أنجز ما كان مطلوبا مني أن أفعله في ذلك الدرس، والسبب هو تكاثر هذه التكليفات، وأيضا أنني مطلوب بإنجاز، ليس أن أنقل له فكرة نقدية عن منهج أو كذا، لا، أن أقدم نقدا له، والنقد يحتاج إلى أن تستوعب ما تقرأ ثم تفرض. بل قلت له أكثر من مرة أنني أنا فشلت في إعداد هذه المحاضرة، دخلت عنده مرة أو مرتين من خلال هذا الترم، قلت له والله الموضوع، يعني أذكر معه موضوع الشفاهية والكتابية اشتغلت فيه وكتبت عدة أوراق، وجئت لكن قلت والله يا دكتور عبد الله أنا فشلت في أن أقدم محاضرة عندك اليوم إلا الملخص، الملخص هذا موجود، أما غير ذلك فقد فشلت فأنا أقدم. طبعا كان بيني وبينه نقد، وكان ينقد ما أكتبه بصرامة الدكتور عبد الله يعطيه الصحة والعافية، لكن حينما شرعت في كتابة البحث الحقيقة لم أجد منه إلا كل تعاون، يعني حتى بعض الأمور يعني أذكر قدمت له عدة فصول يوم وليلة أو يومين بالكثير، وقد قرأت الفصول وجاءت الملحوظات، فالحقيقة الأستاذ يعني الدكتور عبد الله جزاه الله خير قام علمية، وربما كلمة أو كلمتين يعني تلقى منها هكذا تترك أثرها في النفس وفي العقل وفي الفكر. جميل دكتور، الخطاب الجنون هذا الكتاب الذي هو عبارة عن دراسة أكاديمية وغيره من الكتب الأكاديمية التي تحضر في معرض الكتاب، هي بحاجة إلى نوع من إن صحت التسمية نوع من المفاتيح القرائية للقارئ العام أو للقارئ العادي، من أجل أن يستطيع أن يغوص إلى مادة هذا الكتاب، لأن الاتكاء على المنهج العلمي في مرات كثيرة ربما يسلب جانب المتعة لدى القارئ. صحيح. يعني ما المفاتيح التي تعتقد أن أحمد مريع استطاع أن يرمي بها في هذا الكتاب حتى يستطيع القارئ العادي أن يتناوله، ولأجل ألا يكون خطاب الجنون هو كتاب للنخبة فقط؟ نعم، أنا أزعم إن شاء الله، وهي طبيعتي طرف الكتابة، أنا يعني لا أقول القارئ سيحكم، ويعني أنا أقدم خبرا والقارئ سيحكم على هذا الخبر،
كل كتاباتي حتى في أنا كتبت طبعا في الفقه وكتبت في السيرة الذاتية وكتبت في النقد وغيره، كل كتاباتي هي لا تترك فجوة بينها وبين القارئ، لأنها تحاول حتى وإن كانت تخصصي مثل هذا الموضوع، لأنها تحاول أن تبدأ من لحظة الإشكال ويبدأ المعرفة تنمو رويدا رويدا. أنا قال لي ناقد معروف أذكر اسمه من زملائنا الدكتور ظافر الكناني، يقول أنني حينما قرأت هذا البحث أو هذا الكتاب في سورة المخطوطة شعرت أني كأني أقرأ رواية، كل فصل يسلمني إلى الفصل الذي يريد بتنامي وبتدفق معرفي معين حتى يصل إلى جميل. إلى الخاتمة. وربما من هذه الرؤية أتت فكرة أن يتوسع هذا الكتاب إلى أكثر. نعم، ولذلك هو مشروع، وسيكون أنا أرجو أن يكون يعني مشروع كما تصدى يعني أستاذنا الكبير رحمة الله عليه الباحث الضخم الجابري للعقل العربي. أنا أخذت لي رؤية مستمولوجية معينة معرفية معينة للجنون، هناك مناطق كثيرة في الجنون يتم الاشتغال عليها، أنا سأنجز هذه الرؤية من خلال ثلاث حلقات وحتى أعلنت عنها إذا سمحت أنه يعني تذكر. هي نعم هذه الحلقة هي خطاب الاستبعاد والنفي، الحلقة الثانية هي خطاب الاستعادة والحضور، الخطاب الثالث هو خطاب الجنون صوت المجنون، ما تذكر أنت صوت المجنون نفسه. جميل. لكنني لا أستطيع أن أفعل ذلك حتى يتحدد تماما الجنون من خلال أطروحتين، أطروحة النفي وأطروحة الاستعادة، ثم بعد ذلك تأخذ خطاب الجنون كقطعة مستقلة منفصلة عما قبلها وعما بعدها وتخضعها بعد ذلك للدراسة لتقبض على مفاتيحها، لكن تكون قد حاصرت كل المفاتيح الخارجة عليها بحيث لا تنفذ أو تدخل. دكتور، يعني ما أبرز خطابات أو نماذج الجنون الموجودة في هذا الكتاب التي تستطيع أن تسوقها للقارئ ببساطة الآن؟ هذه البساطة تشمل الفكرة والقراءة. لا، هو طبعا أنا كما قلت لك أعود أقول لك هنا النموذج الذي يتكلم عن الجنون هو العقل، من ثم فأنا حتى تستطيع أن تقبض على 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 النماذج التي أو التمثلات ما سميتها أنا بالسلطة اللي هي سلطة العقل كعلاقات قوة. يعني مثلا حينما فصل كامل عن الجنون في اللغة، كيف تتلقى الجنون في اللغة، اللغة تعترف بالجنون ولكنها وهي تعترف بالجنون تسلبه إمكانية الفعل، لا تسند إليه إلا من خلال الفعل مبني المجهول، يقول جنة، لا يأتون بفعل يدل على المعلوم، لا يقولون تجانا، حينما يكون تجانا أصبح في منطقة العقل وادعى الجنون. حين ذلك يسمحون له أن يكون له فعل وفاعل. جميل. تجانا، لكن حينما يقول جنة لا يسمحون له بأن يكون له فاعل، لأن العقل لا يعترف بفعل من المجنون مطلقا. طيب. وكذلك المجنون، بمعنى آخر أن الثقافة كأنها تقول لك أن هذا المجنون لا وجود له، فعله مخالف لوجود العقل، ذاته ليست مسؤولة عما يقع منه، بالتالي لا تكلفه مساءلة لا جنائية ولا ثقافية ولا غير ذلك. وهذا ما فعلته أيضا المؤسسة الفقهية يعني حتى تقول وعطاس المجنون، لا حكم مطلقا لعطاس المجنون، ومن قرأ وإذا قرأ مجنون آية من القرآن فيها سجدة لا تسجد، لأن كلامه ككلام الطيور. هل 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 الجنون دكتور هنا في خطابك هي مرحلة تأتي بعد العقل ويكون العقل تمهيدا لهذا الجنون، أم أن ربما يولد العقل مجنونا في بدايته؟ يستطيع أن يقول أنه إفراز من إفرازات العقل، أن العقل العقل في الثقافة العربية حقيقة هو يعني هو يختلف عن العقل في القرآن الكريم. العقل في القرآن الكريم هو عقل الاستبصار والمراجعة والنظر والملاحظة والتفكير والتثبت. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى فتتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، تقوم وحدك واثنين عشان تكون حر من التفكير الجماعي، تفكر وتشوف. هذا القرآن الكريم يقول قوموا واحد واثنين فكروا وشوفوا هل هذا مجنون أو لا. التفكير الجماعي في العادة يكون يعني
مستعبدا للعقل المكون، العقل الذي تم تكوينه في مرحلة وظرف زماني وتاريخي معين. هذا النوع من العقل هو العقل الذي هيمن على الثقافة العربية، لذلك جعلوا من العقل أحيانا مقابل للموهبة ومقابل للإبداع. قالوا إيش مثلا؟ بإيجاز شديد. طيب. دكتور، لأن الوقت يعني وصف ابن تيمية، قالوا علمه أكبر من عقله، وقالوا عن ابن القتيبة عن ابن المقفع أدبه أكبر من عقله. كأنما هذه الإبداعات الضخمة تصبح مقابلة للعقل. العقل ما هو؟ العقل تحول في الثقافة العربية جميل. إلى السائد والمتوافق والمتفق مع المجموع في مرحلة الزمنية أو في الثقافة. جميل. هذا حقيقة هو. يعني الحديث عن الجنون سرق كل الوقت. كنت أريد أن أحدثك كثيرا عن المؤسسة الثقافية الممثلة في النادي الأدبي، عن معرض الرياض الدولي للكتاب، لكني أرجو لجنونك ألا يعقل أبدا وأن يظل دائما متفردا بهذا المشروع المجنون، وأن نصافح مشروع الجنون هذا وهو منتج بأكمله في القادم القريب إن شاء الله. الدكتور أحمد بن علي المريع، المثقف الجميل ورئيس نادي أبها الأدبي، شكرا جزيلا لحضورك. شكرا لك ولكل المشاهدين. شكرا لك مرة أخرى. شكرا جزيلا لك. ويبقى الكتاب مؤمنا أن مسافة الحب والضوء والحياة من هنا إلى أرواحكم ستظل على ميثاق الحب ولن تنطفئ.